الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي صححنا معكم اللامية في لقائين، وقرأنا منها 69 بيتا، ووعدنا بأن نكملها، وأنا أخشى اليوم أيضا إكمالها يأخذ علينا شيئا من الوقت في الشرح، فأنا وعدتكم وهو دين، فإن تصبروا لآخر الأسبوع كما صبرتم قبل فنحن نتم الدين، وأرجو أن تنظرونا، فإن اليوم في عسر فأنظرونا إلى ميسرة حتى لا نأخذ من الوقت، ولا بأس إن شاء الله في آخر لقاء من هذا الأسبوع يوم الأربعاء إن شئتم قرأناها كلها، وإن شئتم من حيث بدأنا قرأناها جميعا، وإن شئتم من حيث بدأنا، لكن حرصا على الوقت اليوم نبدأ من أول اللامية. وبعض الإخوة لعله يرغب في المقدمة بكلام عن النسخ وما يتعلق به، فهذا كنت قد رأيت وجاهة طلبه، لكن بعد النظر في المنظومة رأيت أننا سنكرره لأن الناظم ذكره في نظمه، فرأيت أن يؤخر لموطنه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في حينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شئتم إن شاء الله نصور لكم هذه بضبطي على أبي وشيخي، أيضا الشيخ زيد، وعلى الوالد وهو شيخي فيها أولا، ومضبوطة كلها من أولها إلى آخرها، فإن شاء الله تعالى إن رغبتم فيها نصورها لكم وندفعها لكم إن شاء الله في آخر لقاء فتوزع عليكم بحول الله وقوته إن شاء الله. نعم، هي خطها سيء من الطباعة القديمة، ولكن الضبط إن شاء الله يعني يجبر هذا النقص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الناظم حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بلاميته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الدارين متصل هو السلام، فلا نقص ولا علل هو السلام فلا نقص ولا علل ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا وعز ليس له من خلقه مثل. كلامه الفضل لا هزلا ولا عوجا، صدقا وعدا فلا خلف ولا قتل. وشرعه كله خير ومصلحة، وهو الصلاح الذي ما شابه خلل. ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل. ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل. كسل يعني ما هو كسل ولا كاتم، ولك أن تقول كسل، كله يجوز هذا وهذا. نعم. والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا. وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا الأولى كملوا. ثم التصانيف في تفصيله كثرت، لكنما البعض عن مقصوده عدل. وأدخل النفع والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها وقد بدا لي في تلخيص واضحه
وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل. ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل فيعتزل. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب والتقصير تشتمل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المقطع الذي سمعناه في فاتحة ما قرأ علينا أخونا جزاه الله خيرا الأخ سليمان الفرنسي، وهو من طلاب الملازمين وقد حفظ عددا من متون الشيخ حافظ رحمه الله تعالى علي بعد تصحيحها وتدقيقها، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وله ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا. فأولا قول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله في الدارين متصلوا، هو السلام فلا نقص ولا علل. فبدأ المصنف رحمه الله منظومته هذه كعادته في كثير من منظوماته، بدأها بالحمد رحمه الله. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، فجميع أنواع المحامد كلها لله تبارك وتعالى. جميع أنواع المحامد كلها لله تبارك وتعالى، ملكا واستحقاقا. والحمد في اللغة الثناء، الحمد في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، هذا تعريفه في لغة العرب. الحمد في اللغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. وأما في العرف فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل من الحامد، فعل من الحامد ينبئ يعني يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، بسبب كونه منعما. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فإذا تجرد عن التعظيم والإجلال والمحبة فهو المدح، والمدح قد يكون صدقا وقد يكون إيش؟ كذبا. نعم. إذن الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فإن تجرد عن ذلك فهذا المدح. فالفرق حينئذ بين المدح وبين الحمد لا بد أن يعلم، وهو لطيف، وذلك أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن الحب وما سبق ذكره، أو مقرونا به. الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون مقرونا بالحب وإما أن يكون مجردا عن ذلك. فإن كان مجردا
فهو المدح، وإن كان مقرونا بالمحبة والتعظيم والتبجيل والإجلال فهو الحمد، وهذا فارق ما بينهما. وقوله رحمه الله الحمد لله، اللام الجارة تفيد مزيد الاختصاص، لأن الحمد هذا كله محصور لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا له جل وعلا. ولفظ الجلالة هو علم على ذاته سبحانه وتعالى، الله دخلت عليه لام الجر لله، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، هذا الاسم الله أعرف المعارف على الإطلاق، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه هو اسم الله الأعظم. وقد تكرر هذا الاسم في القرآن 2360 مرة، لفظ الجلالة بإحصاء المحصين في علوم القرآن 2360 مرة ذكر في القرآن لفظ الجلالة. ولفظ الجلالة الله مشتق على الصحيح من قولي العلماء، علماء اللغة، هل لفظ الجلالة الله جامد أو مشتق؟ الصحيح من قولي العلماء أنه مشتق، الصحيح أنه مشتق، فهو مشتق من قولنا أله يأله إلهة، إذا عبد يعبد عبادة، فهذا هو الصحيح من قولي العلماء في لفظ الجلالة الله، أنه مشتق من الفعل أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. إذن فالله هو الإله، والإله معناه المعبود، ليس كما يقول البعض في تفسير لا إله إلا الله كما سيأتي إن شاء الله معنا. ويدل على هذا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الإخبار عن أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما أخبر الله جل وعلا عنهم في سورة البقرة بقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فدل على أن الإله هو المعبود، دل هذا على أن الإله المعبود. وقال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد يعني الذي تعبدون ويجب أن تعبدوه هو إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن الإله هو المعبود. وقد جاء في سورة الأعراف عن نوح عليه الصلاة والسلام وعن هود عليه الصلاة والسلام وعن صالح عليه الصلاة والسلام أن كل واحد من هؤلاء قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذن فالله هو الإله وهو المعبود، فدلنا على أن لفظة الله معناها الإله، وأنها مأخوذة من الفعل أله
يأله إلهة عبد يعبد عبادة بدلالة القرآن، وهذا هو أصح قولي العلماء، نصرته لغة العرب، وأعلى لغة العرب كلام الله تبارك وتعالى. فكل رسول من هؤلاء قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول جل وعلا في سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهذه الآية دالة على أن الله هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى، يعبده أهلهما أهل السماء وأهل الأرض، كلهم خاضعون له جل وعلا، كلهم أذلاء له سبحانه وتعالى، مفتقرون إليه، منكسرون بين يديه جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية، قال هذه الآية التي هي آية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية في سورة الزخرف هي كقوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هناك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم. هذه الآية مثلها، قال الله فيها جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومن هنا من مثل هذه الآيات انطلق من فسر القرآن بالقرآن، فهذه الآية مثل تلك الآية، هناك وهو الذي في السماء إله، هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فإذن الإله هو المعبود، الله هو الإله وهو المعبود سبحانه وتعالى. وهذا الاسم الله يتناول معاني سائر الأسماء الحسنى، لفظ الجلالة الله يتناول معاني بقية الأسماء جميعا بالتضمن. يقول في الجوهرة كذا تضمنت المشتق من صفة النحو العليم بعلم جاء يضطرد، فهو يتضمن جميع معاني سائر الأسماء. فالإله هو الذي تألهه القلوب، وكونه مستحقا للإلهية سبحانه وتعالى وحده هذا مستلزم لصفات الكمال، كونه مستحق للإلهية وحده وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الآيات تدل على أنه جل وعلا هو المستحق للألوهية يعني للعبادة، فالاستحقاق للألوهية كونه مستحق سبحانه وتعالى للألوهية هذا مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محمودا بكل حال لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وكل عبادة لغيره وحب لغيره على هذا النحو فهو موجب للفساد في الأرض. كل عبادة لغيره ومحبة لغيره على هذا النحو الذي ذكرنا، الإجلال والتعظيم نعم والخضوع والانكسار، هذا إذا صرف لغيره فهو موجب للفساد في الأرض عياذا بالله من ذلك. الدليل عليه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون كما في سورة الأنبياء. إذن الآلهة هنا المعبودات، لو كانت فيها معبودات
مستحقة للعبادة حقيقة غير الله لفسدت. وقوله رحمه الله تعالى في الدارين متصل، الداران هنا هما الدنيا والآخرة، الداران هما الدنيا والآخرة. وقد انتزع الناظم رحمه الله تعالى هذا في نظمه من قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وإليه وله الحكم وإليه ترجعون. انتزعه من هذه الآية الحمد لله في الدارين متصل. في الآخرة ما هو العباد يقولون؟ عباد الرحمن: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لعظم منته جل وعلا عليهم، أولا بهدايته لهم إلى توحيده، ثم بتوفيقه لهم لاستقامتهم على عبادته، ثم برحمته إياهم بإدخالهم جنته. فناسب ذلك أن يحمدوه في الدنيا على هدايته وفي الآخرة على رحمته سبحانه وتعالى. فإذا الناظم أخذه من هذه الآية وهي قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. واستفتاحه رحمه الله بالحمد في منظومته هذه ومناظيمه الأخرى كل ذلك اقتفاء منه رحمه الله للقرآن. ومن ينظر في منظوماته رحمه الله يجد الغالب عليها الافتتاح بذلك، فقد اقتدى بكتاب الله تبارك وتعالى المفتتح بالحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، وهي أول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فاقتدى بالكتاب العزيز. وفي سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وفي سورة سبأ أيضا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فهنا ذكرت الآخرة. وفي سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهذه السور كلها في القرآن استفتحت بالحمد، استفتحها الله جل وعلا بحمده سبحانه وتعالى لنفسه وثناؤه سبحانه وتعالى على نفسه. ومن هذا الحمد أمر لعباده كما قال ذلك ابن جرير الطبري ومعه طائفة من المفسرين. ضمن هذا الحمد والاستفتاح به أمر لعباده أن يثنوا عليه سبحانه وتعالى. كيف يكون تقدير هذا الأمر؟ كأنه قال جل وعلا للعباد: قولوا الحمد لله، على حذف هذا الفعل، قولوا الحمد لله. ولهذا يجب على العبد أن يكون لهجا لسانه بحمد الله على كل حال، لهذا الذي ذكرناه لكم قبل قليل في المراحل الثلاث: أولا الهداية للإسلام، ثانيا التوفيق إلى الطاعة والاستقامة على الدين، ثالثا رحمته تبارك وتعالى بإدخاله لعباده المؤمنين جنة عدن دار الكرامة جعلنا الله وإياكم من أهلها بفضله ومنه وكرمه. وقوله رحمه الله تعالى: هو السلام فلا نقص ولا علل. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى،
وهو اسم مصدر في الأصل بمعنى السلامة. السلام اسم مصدر في الأصل بمعنى السلامة، كالكلام وكالعطاء. ولما كان كذلك معناه السلامة، كان الرب تبارك وتعالى أحق به من كل من سواه، كما قال ابن القيم رحمه الله. لما كان كذلك بمعنى الذي ذكرنا معناه السلامة من كل عيب، من كل نقص، من كل شيء يفهم منه النقص، كان الله جل وعلا أحق به من كل ما سواه، لأنه سبحانه وتعالى هو السالم من كل آفة والسالم من كل عيب والسالم من كل نقص والسالم من كل ذنب، فله الكمال المطلق تبارك وتعالى من جميع الوجوه. وكماله سبحانه وتعالى من لوازم ذاته، كماله جل وعز من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كذلك. والسلام الذي ذكره الناظم يتضمن سلامة أفعاله جل وعلا من العبث، السلام يتضمن سلامة أفعاله جل وعلا من العبث ومن الظلم ومن خلاف الحكمة، إذ كل أفعاله جل وعز لحكمة. وأيضا سلامة صفاته سبحانه وتعالى من مشابهة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته جل وعلا من النقائص والعيوب، وسلامة أسمائه من كل ذنب، فكانت كم؟ أربعة: سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، وهذا كله سيأتي معنا مفسرا في كلام الناظر ولكن أجملناه: سلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته تبارك وتعالى من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذنب. هذه أربع جوانب ولا لا؟ أربعة جوانب. من يعيدها؟ نعم قم أنت أنت. نعم، الأول سلامة أفعاله من العبث والظلم ومن كونه يفعل لا لحكمة، فهو لا يفعل جل وعلا لحكمة. نعم. الثاني من مشابهة صفات المخلوقين. الثالث سلامته من كل نقص وعيب. الرابع الأسماء، سلامة أسمائه. فعندنا سلامة ذاته وسلامة أسمائه وسلامة صفاته وسلامة أفعاله، وهذه كلها أشار إليها الناظم. إذن فاسم السلام يا معشر الإخوة والأبناء، اسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات، اسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى، ويتضمن سلب جميع النقائص عنه تبارك وتعالى، يتضمن إثبات الكمالات وسلب النقائص والعيوب. العيوب الإثبات المراد به وصف الله جل وعلا بالكمال، والسلب نفي، النفي
هذا معنى قولهم السلب. والضمير في قوله هو السلام مبتدأ، وقوله السلام فلا نقص ولا علل إلى آخر خبر للمبتدأ، أي أنه جل وعلا لا نقص في ذاته تعالى، فهو الكامل كما قلنا الكمال المطلق كما تقدم معنا. وأيضا لا علل أخرى تعتريه كما أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله، لا علل أخرى تعتريه مما يصيب غيره من المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى منزه عن النقص وعن العلل القادحة التي تأتي كلها إذا وجدت في من وصف بها تشعر بالنقص. وقوله رحمه الله لا نقص ولا علل، لا هنا نافية للوحدة وتعمل عمل ليس، وخبرها محذوف تقديره لا نقص فيه ولا علل فيه. وقوله رحمه الله ذاتا ووصفا وفعلا، هذا الذي ذكرناه قبل قليل ولا لا في السلامة، أليس كذلك؟ ذاتا ووصفا وفعلا، جل خالقنا نصب الثلاثة هذه على نسق ذاتا ووصفا وفعلا، نصب هذه الثلاثة التي هي ذات ووصف وفعل، نصبها على نزع الخافض، على نزع الخافض الذي هو حرف الجر والتقدير، لا نقص فيه، لا نقص في ذاته ولا في صفاته، لا نقص فيه في ذاته ولا نقص في صفاته سبحانه وتعالى، ولا نقص أيضا في أفعاله جل وعلا. فهو الكامل من جميع الوجوه. وقد ساق ابن القيم رحمه الله كلاما بديعا جميلا مفصلا في هذا في كتابه، لا فين تتوقعونه؟ في أحكام أهل الذمة. شوف أهل التوحيد والعقيدة التوحيد يجري في دمائهم وعروقهم رحمهم الله، ففي كتاب أحكام أهل الذمة تكلم بكلام جميل رحمه الله على هذا الاسم العظيم الذي تضمن جميع أنواع الكمالات، فيقول رحمه الله، يقول من بعض تفاصيل ذلك أي الذي تقدم ما ذكرنا منه، يقول يظهر أن اسم الله سبحانه وتعالى السلام يتضمن جميع أنواع الكمالات، فهو الحي الذي سلمت حياته من الموت ومن السنة ومن النوم ومن التغير، وهو القادر الذي سلمت قدرته تبارك وتعالى من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد إيجاده جل وعلا، وهو العليم الذي سلم علمه سبحانه وتعالى أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض أو يغيب عنه معلوم من جميع المعلومات، وهكذا أيضا سائر صفاته سبحانه وتعالى. فهو سلام سبحانه وتعالى في رضاه فلا ينازعه الغضب، وهو سلام سبحانه وتعالى في حلمه فلا ينازعه الانتقام، وهو سلام جل وعز في إرادته فلا ينازعه فيها الإكراه، وهو سلام جل وعلا في مشيئته فلا ينازعه اختلاف مقتضاها، يعني يريد شيئا ويقع شيئا آخر، وهو سلام سبحانه وتعالى في كلامه من أن يعرض له كذب أو ظلم، بل تمت كلماته سبحانه وتعالى صدقا وعدلا، وهو جل وعلا سلام في وعده لا يلحقه خلف، فلا خلف ولا خطل
وهو سلام جل وعز في أيضا علوه وفي أقدميته، فليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء، وهو سلام في عطائه وهو سلام في مغفرته وهو سلام في رحمته، وبالجملة فهو السلام سبحانه وتعالى من كل ما ينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه التي ذكرناها قبل قليل. ويخطئ من يزعم أن هذا الاسم اسم السلام من أسماء السلوب كما ذهب إليه أهل الكلام، عليهم من الله ما يستحقون، الذين يقولون معناه ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، لا يلحقه كذا، ولا يثبتون له إيش كمال الضد، لا يثبتون له كمال الضد كما سمعنا الآن في صفاته وأسمائه وأفعاله، فما نفي معنى يفهم منه النقص إلا وأثبت له كمال ضده تبارك وتعالى. فهذا الاسم، هذا الاسم العظيم متضمن للكمال كله السالم من كل ما يضاده من جميع أنواع العيوب. ومن أراد أن يتوسع فلينظر إليه في هذا الموطن في أحكام أهل الذمة في المجلد الأول 93 و100 إذا شئتم مراجعته. وقالوا الناظم رحمه الله وعز ليس له من خلقه مثل، عز مضارع، عز يعز، عز مضارع، عز يعز عزة، عز يعز هذا المضارع عزة، والعزة هي القوة المطلقة لله تبارك وتعالى، وهذه صفة كمال له جل وعلا لا يستحقها على هذا الوجه إلا هو سبحانه، كما قال جل وعلا في سورة النساء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. فالمصنف في نظمه ينتزع من الآيات رحمه الله تعالى، وهذا ليس بغريب لكمال الحفظ، ويقول جل وعلا في سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ويقول جل وعلا في سورة فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ويقول سبحانه في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه اللفظة، لفظة العزة المراد بها القوة المطلقة، وهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وقول الناظم رحمة الله عليه ليس له من خلقه مثل، انتزعه رحمه الله من قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه مماثلة أي شيء من المخلوقين، وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فكانت هذه الآية ردا على فرقتين ضالتين في الباب. الفرقة الأولى المشبهة الممثلة ليس كمثله، الذين يقولون إن لله سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، لا يفهمون من هذا إلا مشابهة المخلوقات،
جل وعز عما يقول هؤلاء الظالمون الملاحدة علوا كبيرا. فالطائفة الثانية هم النفاذ المعطلة الذين يقولون لا سمع له ولا بصر، وهؤلاء الجهمية، وكل من تفرع عنهم فهم جهمية. نفاة الصفات جميعهم يطلق عليهم السلف لفظ التجهم، وهم متفاوتون فيه، الجهمية الأم والمعتزلة والأشعرية ومن كان الماتريدية ومن كان على شاكلتهم. كل نفاة الصفات سلفنا الصالح رحمهم الله يطلقون عليهم إيش؟ التجهم، يقولون فلان جهمي. لماذا؟ لأنه نفى الصفات عن الله تبارك وتعالى. فإذا ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على هؤلاء المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته أو صفاته تبارك وتعالى أو بعض صفاته جل وعلا، فإن هؤلاء جميعا جهمية. ألا إن جهما كافر بان كفره، فمن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، ووصف كل ما استطاع من الأسماء في هذا الباب إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، منيح بلا ملح، بهي بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هؤلاء هم الجهمية، سواء المعطلة كلهم النفاة للأسماء والصفات كلها، أو للأسماء أو لبعض الأسماء والصفات أو لبعض الصفات، كل هؤلاء يطلق عليهم السلف رحمهم الله تعالى لفظة التجهم. فلفظ التجهم لفظ عام يدخل فيه الجهمية الأم، جهم بن صفوان ومن معه، والمعتزلة وتلاميذهم الأشاعرة والماتريدية، ولا يختلفون عن الأشاعرة، هم والأشاعرة متقاربون متشابهون جدا، بل إن الفرق بينهما لا يكاد يعرف، فالماتريدية أشبه ما يكونون بالأشاعرة. يقول رحمه الله كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا. أبنائي الاعتقاد يبغى له رجال، وأنتم إن شاء الله رجاله، يبغاك تغوص في كلام أهل العلم وتعرف أدلتهم ووجوه الاستدلال، حتى إذا جاءك المبطلون ما تقف أمامهم حائرة، تعرف مثل هذه العبارات، تعرف إطلاقات أهل العلم. يجب أن تضلعوا من العقيدة بحفظ متونها ومعرفتها ومعرفة أدلتها ووجه الاستدلال وكلام المخالفين فيها ونقض شبههم، فتكون كالأطواب الشامخة التي لا تتزلزل. فيدخل معكم هذا الباب دائما وأبدا، لأن أهل الأهواء في جميع الفنون يدخلون العقائد فيحرفون الناس عياذا بالله من ذلك. يقول رحمه الله كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا، صدقا وعدلا، فلا خنف ولا خطل. وهذا البيت انتزعه الناظم رحمه الله من عدة آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن سنبدأ بها على ترتيب نظم الناظم، فلا يعني تجدوا علينا لو ذكرنا المتأخر من القرآن وقدمناه على المتقدم، لأننا نراعي سبك الناظم رحمه الله. فأما قوله رحمه الله الفصل لا هزلا ولا عوجا، فهو مأخوذ من قوله تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فالفصل والهزل مأخوذ من هذه الآية، كلامه الفصل لا هزلا مأخوذ من هاتين الآيتين، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال كلامه الفصل أثبت فيه، لا هزلا نفى عنه الهزل، لا هزلا ولا عوجا. أما العوج فمأخوذ من قوله تبارك وتعالى في فاتحة الكهف
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الآية. فإذا الفصل ولفظة نفي الهزل مأخوذة من سورة الطارق، والعوج مأخوذة من سورة الكهف، صدقا وعدلا مأخوذة من الأنعام، صدقا وعدلا مأخوذة من سورة الأنعام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته كلامه. تنظر الانتزاع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فأخذ صدقا وعدلا من هذه الآية. فكلامه جل وعلا هو القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسوله، تكلم الله جل وعلا به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حقيقة، ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين حقيقة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، هو الفصل، لا هزل يعني باطل ولا فيه اعوجاج، بل هو كلامه جل وعلا ليس بمخلوق ولا بمفترى. وجميع كتبه كلامه تبارك وتعالى، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكتبه بالهدى والحق منزلة بشرى وذكرى ونورا للذين هدوا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه، نراه نكتبه، خطا ونحفظه، بالقلب نعتقد، وكل أفعالنا مخلوقة وكذا، آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. والواقفية شر نحلة وكذا لفظية، ساء ما راموا وما قصدوا. فهذا كلام الله جل وعلا المنزل على عبده وهو الفصل. ولا نطيل أيضا بذكر كلامه في السلم رحمه الله، فالسلم عندكم محفوظ، وأنا أذكر ما لم يشتهر بكثرة وهو الجوهرة، ووزنها عندي أسهل، والحفظ لها في الوزن عندي أسهل من الرجز، وإن كنت لله الحمد أحفظ أيضا الرجز. فالشاهد، فكل ذي مخلوقة حقيقة غير كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحجان. فهذا هو كلام الله جل وعلا، والقرآن طافح بإثبات أن الكلام هذا منزل من عنده، لا كما يقوله أهل الضلال والانحراف عن طريق أهل السنة والجماعة من أهل الكلام، عياذا بالله من طريقه من طريقهم وضلالهم الذي ضلوا به وأضلوا به كثيرا عن سواء السبيل. فهذا الكتاب هو الفصل بين الطوائف في مقالاتها، ما اختلفوا في شيء إلا وجدت تبيانه في هذا الكتاب، وهو الفصل بين أرباب المقالات، وهو الفصل تفصل به الخصومات بالاستدلال به وإثبات الأحكام الشرعية النازلة من عند ربنا تبارك وتعالى. وقد أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض على الإطلاق. هذا الكتاب أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض على الإطلاق،
إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ وإنما يهدي من اتبعه إلى صراط مستقيم فمن اتبعه هدي ومن حكم به عدل ومن قال به صدق ومن اعتصم به نجا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله وهو صدق في أخباره صدق في أخباره عدل في أحكامه فكلامه جل وعلا صدق وأحكامه عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فهو صدق في الأخبار عادل في الأحكام فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل فيما سواه كل ما أخبر به فهو صدق لا مرية فيه ولا شك وكل ما أخبر به فهو صدق لا مرية فيه ولا شك وكل ما قضى به فهو عدل لا عدل في غيره من حكم به فقد قام بأمر الله تبارك وتعالى وكل ما نهى عنه فهو باطل فإنه جل وعز لا ينهى في القرآن إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة لا ينهى إلا عن مفسدة خالصة محضة أو راجحة أو راجحة فيها نفع لكنه قليل بالنسبة إلى الضر وهذا هو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى في وصف هذا النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية قال فيها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية فكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وجاء به في هذا الكتاب فهو الخير وكل ما نهى عنه فهو الشر وإن قصرت عنه عقولنا فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإيمان بهذا الكتاب والاعتصام به فإنه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهو السميع سبحانه وتعالى لأقوال عباده والعليم بأفعالهم سبحانه وتعالى وقوله رحمه الله لا هزلا ولا عوجا هذان حالان هزلا حال وعوجا حال تكررت اللام بينهما لا هزلا لا عوجا وتكرار اللام كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب تكرار اللام بين هذين الحالين للتأكيد تكرار اللام لا هزلا ولا عوجا كررت اللام في الهزل نفي الهزل ونفي الاعوجاج فتكرار هذه اللام بين الحالين تفيدنا تأكيدا عظيما بأن كلام الله تبارك وتعالى ليس بالهزل وليس بالعوج بل هو صدق وعدل وهو استقامة وهدى بل هو صدق وعدل واستقامة وهدى وقوله رحمه الله لا خلف يعني لا يتخلف ما جاء في هذا الكتاب من الأخبار والوعد والوعيد ولا خطل الخطل هو الباطل وكلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا خلف فيما ورد فيه ولا خطل أي لا باطل فيما جاء فيه بل كله حق يجب الإيمان بذلك ومن شك في شيء من هذا فإنه كافر خارج عن دائرة
الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى: وشرعه كله خير ومصلحته، فهو الصلاح الذي ما شابه خلله. شرعه سبحانه وتعالى، الضمير عائد على لفظ الجلالة الحمد لله، أو عائد إلى السلام، كل ذلك صحيح. وشرعه كله خير ومصلحة، فهو الصلاح الذي ما شابه خلله. يعني أن هذا الشرع المطهر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى كله خير وكله مصلحة. وإن رأى بعض الناس من ضعفاء العقول أو من انتكست فطرهم أن فيه شيئا من الغلظة أو الشدة أو القوة ونحو ذلك، لكن إذا تدبر الإنسان العاقل حتى ولو لم يكن مسلما وقرأ عليه هذا القرآن فإنه يقوده ويسلم إن أراد الله به الخير. وكم من صناديد قريش لما سمعوه آمنوا، والجن لما سمعته قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، الآية. فالشاهد هذا الشرع كله خير ومصلحة. ينظرون الآن ويقولون: القتل وحشية، القتل وحشية. وهم بالأمس قتلوا امرأة مختلة قبل 3 أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية، قتلوا امرأة مختلة عقلية، يقولون عندها حالات نفسية مضطربة، الحالة النفسية هي الاختلال العقلي، قتلوها لأنها قتلت رجلا. عندنا في شرعنا مثل هذا لا يقتل، لأن هذا ليس بمكلف. فأينا حينئذ أرحم بالبشر، أنحن أم هم؟ شريعة رب العالمين أم نحاتات الأفكار وزبالات الأذهان عند هؤلاء الشياطين؟ فالشاهد قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. هذه الآية أكثر آية وأبلغ آية يقولون في الأحكام، في القصاص حياة. أصل الكلمة هكذا، العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، جاء في القصاص حياة فكانت أبلغ منها. فإذا قتل القاتل انتفى القتل، انتفى الاعتداء على الدماء المعصومة. إذا علم أن علم أنه سيقتل، توافرت فيه شروط القتل، سيقتل إذا قتل كف. فهذا معنى قول العرب القتل أنفى للقتل. لكن أيهم أوجز، هذه ولا في القصاص حياة؟ في القصاص حياة، فكانت أبلغ. ومما عرفت به البلاغة ودرستموه، يقولون في بعض تعاريفها: البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. وهذا مبسوط في علم البلاغة، يعرفه المختصون فيه، ونحن درسنا منه طرفا ولسنا بمختصين فيه. فالشاهد أن هذا الشرع المطهر كله خير وكله مصلحة، فهو إما أن يأتي بمصلحة كاملة أو راجحة، وينفي مصلحة أما ينفي مفسدة خالصة أو راجحة أو راجحة. فهذا الدين تنزيل من حكيم حميد، به صلاح الأمم، به استقامتها، ليس فيه خلل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشاهد قوله رحمه الله تعالى: وهو الصلاح الذي ما شابه خلل، يعني ما خالطه أي اختلال، بل هو صلاح كامل. فشريعة الإسلام
التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صلاح وكلها خير وكلها استقامة وكلها عدل وكلها رحمة. السارق إذا سرق قطعت يده سلمت أموالنا، القاذف إذا قذف جلد ظهره سلمت أعراضنا، وهكذا. قل ما شئت في حفظ الضروريات الخمس التي جاء بها هذا الشرع الحنيف. فالشاهد هذا الشرع أقر الآن في عصرنا هذا ولا يزالون يقرون، وكل يوم نسمع اعترافات من عقلاء الكفار، كل يوم نسمع اعترافات بأن هذا الدين دين الإسلام هو الصالح. بل من قبل سنة أو قريب من ذلك لعل أكثركم سمع، لما عصفت هذه الأزمة الاقتصادية رجعوا إلى دراسة الاقتصاد الإسلامي وبدأوا يطبقون بعض أصوله عندهم ليخرجوا من أزمتهم. وللأسف احنا ما نعرف الاقتصاد، لكن شيء نعرفه قليلا منه. الذي جعل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ينهار هو الرهن العقاري، عقارات المنازل، أسهم المنازل، تملك المنازل في البنوك، تخفض الأسهم وترفعها، يشترى يشترى يشترى، يماطلون في السداد، يقل السداد ينعدم السداد، قل المخزون في هذه البنوك فضي، أفلس البنك الفلاني غدا أفلس البنك، وكل يوم كانوا يعلنون عن إفلاس بنك واندماج بنكين أو ثلاثة وتنتهي بالإفلاس. وللأسف المسلمون يأخذون من حيث خسر أولئك، بدأوا يطبقون عندنا الرهن العقاري، فيا لله العجب. أسمع هذا في هذه الأيام، فلا عقول عاقلة ولا هم استرشدوا بكتاب ربهم تبارك وتعالى. فالشاهد عقلاء الغرب أقروا لهذا القرآن بأنه محكم، وأن أهله لو تمسكوا به كما فيه لسادوا. وللأسف، ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والكلام يطول والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شيخ، وردت بعض الأسئلة. نعم، بعض الأسئلة. سؤالات؟ هذا يقول: نرجو من فضيلتكم التبيين لنا، إذ أن السلف كان عندهم أخطاء في العقيدة كالنووي وابن حجر، والعلماء ينصحون بكتبهم بالاستفادة من كتبهم، وبعض العلماء اليوم عندهم أخطاء فرعية ليست في العقيدة، فلماذا تحذرون منهم؟ هذا السؤال تضمن ثلاثة جوانب: الأول غلط، والثاني ملبوس، والثالث مبهم. أما الغلط فوصفه لابن حجر والنووي بالسلف، وهذا غير صحيح. ابن حجر مضطرب في باب الأسماء في باب الصفات، تارة يغلب عليه التجرد والأخذ بالحديث فيقول بمذهب السلف، وتارة يغلب عليه مذهبه الذي تعلمه ونشأ عليه فيقول بمذهب الخلف، وهو أخف بكثير من النووي. أما النووي فأشعري، غضب من غضب ورضي من رضي، فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولكن كلامه في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نأخذه. وهذه مكتباتنا مليئة بكتبه، وكتب الفقه التي كتبها في المذهب الشافعي موجودة عندنا، ونحن من أول من رد على غلاة الحداديين في هذا، وكلامنا معروف في ذلك. أما السلف إذا أطلقناه فنعني بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة كما قلت لكم بالأمس أهل السنة والجماعة والأثر، ومن كان على طريقهم فهو سائر على طريقهم من أهل السنة، لكن هؤلاء هم السلف رحمهم الله. وأما قوله في الثالث اليوم علماء عندهم، بعض العلماء عندهم أخطاء فرعية ليست في العقيدة، فلماذا تحذر منهم؟ أنا أقول له هذا المبهم سمه لي أسمي لك، أما أن يكون يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما مدرج في ضمن العلماء هذا كلام لا يصح، هذا أولا. ثانيا قوله تحذرون، كأني أنا ضمن هذا الجمع الذي جاء بالواو المذكر السالم تحذرون في هذا الفعل، نعم، فأنا أقول سمي ولا تعمي، فحينئذ تفتح عينك وأفتح عيني وتسمع، أما بهذه الطريقة لا يصلح. وهذا يقول مثل ذلك أخوه، يقول بعض المخالفين إذا كان تردون علينا ردوا على النووي، والحمد لله سمعتم الجواب. نعم، تبغانا يعني نقول النووي ما عنده أغلاط ونقول لك سلفي؟ كذاب الذي يقول لك النووي سلفي، والله كذاب حتى يموت كائنا من كان، أشعري جد من أول كتابه في مسلم إلى آخره، وشرحه موجود، لكن لسنا كالحداديين الغلاة، نحن نقول خدموا السنة ولهم خدمة للسنة، كتبهم معروفة ويستفيد منها العلماء وشيوخنا وشيوخ شيوخنا من قبل منذ ألف هؤلاء لا يزالون يوصون بها، لكن ليسوا كسيد قطب ولا كحسن البنا الذين مفسدتهم راجحة في أصل التوحيد في العبادة والصفات والسلوك والخوارج كلها عندهم، هؤلاء إذا وجد فالخير راجح في كتبهم، وإذا رجح الخير أخذناه ودللنا على الشر، ما نستغني عن هذه الكتب، لكن ليس معنى أننا نقول لك هي على الحق كلها، نكون حينئذ غاشين لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا يقول غضب والدي علي لما أعفيت لحيتي ورفعت إزاري ثم اشتد غضبه حتى طردني من البيت ولا يكلمني، لما توقفت الدراسة في الجامعة توقفت عن الدراسة في الجامعة المختلطة علما بأن جامعات بلادنا كلها مختلطة، وانكببت على مدارسة التوحيد والفقه وغير ذلك، فكيف أتعامل معه؟ أقول اصبر عليه، وهو والدك وهو السبب في وجودك بعد الله تبارك وتعالى، فإن إبراهيم صبر على أبيه حتى مات وقال إيش؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم رجع. ومن عجيب ما سمعت وقرأت في الشبكة العنكبوتية من يستدل بقوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، أواه يعني إيش؟ رجع من هذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني رجع عن الموعدة التي وعده إياها بأن يستغفر له. سلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، تراجع عنها حينما نهاه الله جل وعلا، قال هذه الآية أواه يدل على جواز التأوه من الوجع في مرض الموت، وجع لهذا الفقه الذي جاء، هذا مثله يذكرني بقول ذلكم المحاضر كان عمر يعزل عماله، يعني يتابع العمال، الدليل كنا نعزل والقرآن ينزل، شوف العزل هناك في النكاح وهنا إيش؟ عزل العمال، فهذا مثله،
إن إبراهيم لأواه رجع، يقول إبراهيم أواه، هذا دليل على التأوه في المرض. آه لما نهاه بعض الناس أن يتأوه لأن في هذا كان تسخط أو إظهار الجزع، استدل إن إبراهيم لأواه. نعم، يذكرني بوينسينك وجماعته في المعجم الذي كتبوه للسنة، وهم أعاجم كتبوا هذا المعجم الذي هو معروف بين أيدينا مفتاح كنوز السنة. جاءوا إلى حديث الترمذي: من ابتليته بحبيبتي عينيه، يعني ذهبت حبيبته عمية فصبر عوضته عنهما الجنة، وضعها وينسينك وأصحابه في كتاب النكاح في العشق، لأنهم ما يعرفون في الغرب الحبيبة إلا الخليلة. فهذا هنا وهذا هنا، هذا الاستنتاج مثله، وعلى هذا فقس عند هؤلاء الذين يفسدون الشرع والأحكام عياذا بالله من ذلك. نعم، وهذا مثل الكلام الذي تقدم في الأشعرية، يكفينا لا نكرره. وهذا يقول يكفينا، يطلب شرح المنظومة كاملة أو إكمال المنظومة في الشرح. أقول لك اصبر علينا، وأنا أعدك يعني أننا نكمله، ونسأل الله جل وعلا بس أن يمتعنا في العمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التمتيع على ذلك، وقد كتبت كثيرا منهم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في العمر فأكمله، وإلا أنا قد كتبت كثيرا منه على هذا النحو الذي سمعته مفصلا، وسميته بالرسوخ في شرح لامية المنسوخ. نعم، وهذا يقول: نحن إخوة من طلاب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ونستأذنكم ونرجو منكم ومن إخواننا الطلاب لو تسمحون بتأخير بداية الدرس ولو 10 دقائق. لا بأس، نحن إن شاء الله تعالى ننتظر ولو 10 دقائق بإذن الله تبارك وتعالى حتى يأتي إخواننا إن شاء الله بإذن الله. وهذا ما عرفت أقرأه، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.